يلا جهزي نفسك، عندنا النهاردة شغل كتير. أهلا بيكم، وده فيديو جديد. لو أول مرة تشوفيني، أنا عفاف ودي قناتي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والنهاردة بقى عندنا روتين مليان شغل كتير جدا. هنعمل مع بعض حاجات كتير قوي إن شاء الله تفيدكم، وإن شاء الله أنا مركزة قوي على التكاتل الفيديو النهاردة إنها كلها تكون مفيدة، وإن شاء الله تكون فيها حاجات جديدة. أتمنى الفيديو إن شاء الله يعجبكم، بس أتمنى إن أنتم متزهقوش طبعا، وكمان تدوسوا لايك الفيديو ده دلوقتي قبل ما نبدأ، وتركزي على كلمة اشتراك وتشوفي نفسك مشتركة ولا لأ، وكمان اتأكدي إنك فعلتي علامة الجرس على الكل عشان يوصلك إشعارات على الموبايل لما أنزل فيديو جديد. كمان عايزه اقول لك، لو كسلانه اتفرجي على الفيديو ده واعملي اللي في الفيديو بس، ما تعمليش اي حاجه تانية. اضمن لك جدا بيت نظيف وهادي ومفيش اي روايح مش حلوه. يلا بينا نبدا، دوسي لايك دلوقتي ويلا بينا. صباح الخير عليكم. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا اله الا هو واليه النشور. بتعملي ايه عفاف؟ بعمل قهوة. بصوا لما تلاقوني كده ببدأ الروتين في أوله بقهوة، مش غالبا مش بعمل القهوة دي معاكم في الفيديو خالص، يعني مش كل فيديو ببدأه لا بنسكافيه ولا بقهوة ولا بأي حاجة، لأني بعمل اللي بشرب مع نفسي أو مشربش، يعني مش شرط. لكن لما تلاقوني ببدأ الفيديو وأنا بعمل قهوة، اعرفوا إن أنا هتفرم في الفيديو ده وهعمل حاجات كتيرة جدا. فأنا قلت أستعد دلوقتي عشان هنعمل النهاردة أكتر من حاجة، وكمان هنعمل مع بعض فطار إن شاء الله لأسبوع كامل. هجهز فطار، هنجهز حاجات مع بعض، وكمان نشوف هنعمل ايه النهارده في الغدا، اكله جديده خالص. يلا بينا نبدا ونشوف الحاجه اللي انا فعلا مش هقدر اسيبها اكتر من كده، علشان كده انا بدات بيها الفيديو. الغساله. بصوا الكلام دوت كبير، انا شربت القهوه بتاعتي علشان انا كان في غسيل في الغساله شغاله، دوره غسيل، طلعتها ورحت نشرتها ورجعت على طول، قلت مش هبدا بقى حاجه تانية، لان كل مره ببدا بحاجات تانية واقول هعملها وما اعملهاش. فبدات بيها الفيديو النهارده، وبرده دي نصيحتي ليكي لما تكون في حاجه محتاجه تنظيف بالشكل ده، طبعا مش هتاكل التريقه ولا تعيبه، محتاجه تنظيف بالشكل ده او خلاص حالتها بقت صعبه، ابداي بيها ما تركنيهاش بقى، لان كل ما هتعملي حاجات هتخشي في تفاصيل تانية وهتنسيها، او تيجي في الاخر تتعبي وما تعمليش فيها حاجه. بصوا الغساله عندي انا من قبل العيد، يمكن ما انا بمسحها على طول، بس التنظيف اللي انا هعمله النهارده فيها دوت انا مش بعمله يعني غير كل فتره، كل كام شهر، علشان على الاقل يبقى اتجمع فيها رواسب واوساخ زي ما شفتوا كده. طب ايه اللي حصل؟ لا هنقول ده تكلسات مسحوق، لان انا اصلا بستخدم مسحوق جل، مش هنقول ده تكلسات، دي تكلسات مسحوق ولا حاجه، دي اوساخ من الغسيل. الغسيل بنحطه مش نظيف ومليان عرق وبقع هدوم الولاد وحاجات كتيره جدا. كل الميه دي اما بتتشفط في الغساله الرواسب بتاعتها بتبقى موجوده ما بين الكاوتش في الحله كده وما بين الباب والحله، فلازم تتنظف. عايزه اقول لكم اللي هتشوفوه دلوقتي ده كفيل ان هو يخلي ريحه الغسيل، مش عايزه اقول لكم كلمه صعبه، بس مش بصوا ما تطقش خالص، يعني مش عايزه اقول لكم كميه الاوساخ قد ايه، فده لوحده يعمل بهدله. طب انا عملت ايه؟ تعالوا اقول لكم. انا جبت فوطه اول حاجه، انا جبت بس المنديل في الاول عشان اوريكم الطينه اللي طلعت من الغساله، وبعد كده رحت جايبه فوطه رشه المنظف بتاعي، ورحت ماسكه الفوطه ومسحت الكاوتش كويس جدا. بصوا شايفين التفاصيل دي كلها كانت مليانه طينه حرفيا بميه، مسحتها كويس جدا. وعندي بقى الاخرام الثلاثه اللي شفتهم في الجلد بتاع الكاوتش ده، ده مش بيخش له حاجات غير حاجه رفيعه، فانا جبت خله الودان زي ما شفتوا طبعا، ودخلتها طلعت كل الطينه اللي جوه. دلوقتي بعمل ايه؟ خلاص انا نضفت اصلا بالفوطه، بس مشيت في جزء ضيق كده ما عرفتش اطوله بالفوطه، خله الودان دي مشيت بيها كده. بصوا مطلعه ايه؟ مطلعه اوساخ كده زي حاجه زي الجل كده، يعني بصوا كانت حالتها صعبه جدا. فضلت بقى اعمل كده وامشي في الحرف الضيق قوي قوي اللي مش عارفه اوصل له ده بخله الودان بالشكل دوت كده، لحد لما خلاص خليتها زي الفل. وهنا كنت بتأكد بس ان الجوانب تمام وان خلاص نضفت. بصوا كل ما احط الخلة بس خلاص، يعني لحد لما نضفت معايا وبقت زي الفل اتأكدت خلاص تماما. رحت اعمل بقى الجزء اللي هو الحرف ده مركون عليه تراب رهيب، ده لما بنمسحه بالفوطة العادي ما بينضفش من التراب، لان هو فيه حاجات بارزة لجوه كده، فلازم بفرشة بقى، فانا عملتها بفرشة الاسنان والمنظف ومسحتها بالفوطة عادي. ده كده بالنسبه الحله، طبعا كده كده من جوه هنغسلها بالخل وكل حاجه، بس هي ما فيهاش حاجه تتنضف الحله نفسها، كل الشغل والكلام كله والريحه الوحشه بتحصل وكل البهدله بين الكاوتش وبعضه عند الحله كده من قدام من عند الباب. فانا كده خلاص نضفت كويس قوي الجزء بتاع الحله وما بين الحله والباب، والكاوتش ده اتنضف كويس جدا. عايزه اقول لكم شفتوا الكاوتش طبعا
وانا بحركه طري ازاي، شايفينه طري ازاي؟ عشان انا بنشف المية بعد الغسيل دايما، بحطش كلور ابيض في الغسالة ولا بسيب المية مركونة في الغسالة كتير. الحاجات دي كلها بتخلي الجلد ينشف ويحجر، انما طول ما انتي بتمسحيه وتنضفيه دايما وباستمرار تلاقي الجلد بتاع الغسالة زي ما هو، ما هو ان هو طري كده، ده الطبيعي بتاعه، فتفضلي تشديه كده تلاقيه طري معاكي جدا. انما لو لقيتي غسالتك محجرة، الكاوتش بتاعها محجر وما بيتحركش بسهولة، اعرفي ان انتي فعلا اهملتيها فترة كبيرة ومحتاجة منك دورات تنظيف كتير. دلوقتي بنضف الباب، رشيت برضو المنظف، والمنظف اللي انا مستخدماه ده الواح الصابون بتاعت جرين واي، لوح كده بندوبه في كوبايتين ميه وبحطه في بخاخ بنضف ولمع بيه كل حاجه. هنا بقى دخلت في تفاصيل الباب شويه، لو تاخدوا بالكم هنا مركون تراب جوه كده، بس انا طلعته على مين يعني، ما سبتوش في حاله. كمان سطح الغساله من نفسه من فوق برضو مسحته، والبادي بقى طبعا بتاع الغساله كله، وانا مش هشحرك الغساله من مكانها لان انا كنت محركاها زي ما شفتوا قبل العيد الكبير، ونضفنا ورا التلاجة والغساله والبوتاجاز، فمش محتاجه ان انا اشدها ولا اجرها خالص من مكانها. طيب دلوقتي بقى نيجي للخطوه بتاعت الدرج. ده الدرج ده من الكوارث الطبيعيه اللي موجوده في الغساله. لو بتستخدمي مسحوق بودر، قلنا الكلام ده كتير قبل كده، هتلاقي الدرج مش زي ده خالص، هتلاقي الدرج مليان مسحوق وكلاكيع وكتل، وطبعا ممكن يكون عامل كمان حفر كده جوه الدرج، يعني متبهدل اخر بهدله. ده بسبب ايه؟ بسبب تكتلات المسحوق اللي بتتجمع بعد كل غسله، بيتفضل شويه مسحوق في الدرج ما بينزلوش كلهم، فانتي بتسيبيه طبعا الدرج مقفول اساسا، مقفول يعني، والمسحوق ينشف على مره على مره على مره تانية. مرات كتير بقى تلاقي مسحوق اتحجر جوه ولزق في الدرج، وبقى صعب جدا انك تخرجيه، وخصوصا لو انتي بتملي درج المسحوق على الاخر. لو بتمليه على الاخر وبتيجي تقفلي بقى، يروح المسحوق حاكك في الجزء السطح بتاع الدرج اللي انا بمسحه دلوقتي ده، فيلزق في السطح كمان بتاع مكان الدرج ده مسحوق وينشف، فتلاقي الدرج كله بقى كارثة. انا هنا بستخدم يعني من ساعة ما جبت الغسالة دي وانا بستخدم، بقى استخدمت سنة مسحوق بودر، وطول عمري بستخدم مسحوق بودر عادي، بس كانت غسالتي ديت يعني كنت محافظة عليها جدا، يعني بعد كل غسلة اطلع الدرج وانضف المسحوق الزيادة اللي فيه وانشفه، انما مع المسحوق الجلة ريحني ما بعملش كده خالص، ما بيبقاش فيه اساسا بواقي مسحوق، فما عدتش خالص بعمل كده. لو طلعت الدرج زي ما شفته بمسحه من رواسب المية، بس الطينة اللي كانت موجودة دي من رواسب المية، فمسحته ومسحت كمان مكان الدرج من جوه ودخلت الدرج تاني. انا كده خلاص نضفتها وبقى الجلد والكاوتش وكل حاجة زي الفل. نعمل لها بقى دورة خل بمية سخنة جدا على اعلى حرارة في الغسالة، وننشفها بقى في الاخر على نظافة بعد ما تخلص الدورة. انا ما رضيتش اعمل الخل الاول ولا المايه السخنه وكده، انا كنت حابه ان انا كنت لسه مطلعه الغسيل من الغساله، فكانت الغساله مش ناشفه، كان الكاوتش مبلول ولسه الطينه والميه دي لسه موجوده فيها، عشان لسه الغساله كانت مخلصه الدوره بتاعتها، فقلت خلاص انا ابدا تنظيف ساعتها. وبصراحه بيني وبينكم يعني خفت ان انا اجلها شويه ما اعملهاش، فقلت ابدا بيها بقى على طول معاكم. انا كده حطيت الخل بتاعي في يا اما تحطيه في الدرج يا اما تحطيه جوه الغساله في الحله. لو انت عندك التكتلات كتيره من المسحوق البودر، حطي الخل في الدرج. وشغلت الحراره هنا على 90، بصوا حتى الميه باين انها فيها بخار، اعلى درجه حراره، وشغلت الغساله دوره كامله. وبعد ما خلصت انا بفتحها اساسا لقيتها زي الفل، انا كنت منضفاها كلها، ولكن ده بس علشان نخلي الجلد يطرى من الميه السخنه، وننضف برده المواسير الغساله والصرف وكده. بعد كده بسيب الغساله مفتوحه بعد التنشيف، بعد كل غسله بعمل الحركه دي، افتح الدرج وافتح الباب وانشف الكاوتش كويس، ولو عندك مسحوق بودر في الدرج تنشفيه وتنضفيه. كل مره بنعمل كده. انا واخده النهارده بقى حبيت الشجاعه، انا عملت حاجات كتيره جدا، كان اليوم مشحون ولكن في اخر اليوم كنت سعيده جدا. انا امبارح بالليل يعني الروتين دوت انا عملته يوم التلات، يوم الاثنين بالليل بقى حطيت فول، ده كيلو من الفول نوعه فول بلدي، حطيته في مية عادية جدا، غسلت كويس ولو في حاجة مش كويسة شلتها، ونقعته في مية وغطيته وسبته على الرخامة لحد تاني يوم اللي هو دلوقتي بقى، وانا بعمل الروتين بتاع اليوم اللي بعده. كان الفول طبعا نفش، طلع الرغاوي بتاعته كلها، الغازات على الوش، ده غسل كويس جدا من المية. رحت جايبة حلة مية على النار مغلية ورحت حاطة فيها كيلو الفول بتاعي. طب الفول عليه ايه؟ عفاف، عليه معلقة كبيرة مليانة بشكل هرمي من الكركم لكل كيلو من الفول، طب عاملة نص كيلو يبقى نص معلقة. طيب هحط كمان ليمونتين متقطعين انصاف كده وشلت منهم البذر، وكوباية كبيرة من العدس. حاجة تاني؟ لا خلاص، الفول اصلا مش محتاج اي حاجة اساسا، لكن انا لما بيكون عندي جزر وطماطم بحط بقى. ليه؟ لانه لما بيستوى بيكون الجزر والطماطم والليمون اتهرى جدا جدا، بيقعد فترة طويلة على النار،
تيجي بقى تهرسيه كده مع الفول، لما تيجي تاكلي تلاقي اعظم حاجه في الدنيا. فالليمون اللي هو مستوي مع الفول ده، ولا الجزر ولا الطماطم، حاجه كده تجنن. بس انا ما كانش عندي دلوقتي، فخلاص كده كده هو مش بيحتاج اصلا طعم في اي حاجه، هو الفول نحط كركم عشان الاكسده ويطلع اللون يجنن كده. ما بنعريش على الفول خالص غير ممكن مره واحده في الفتره كلها، تشوفي بس انت محتاج ميه مثلا ولا حاجه. بنقفل عليه بإحكام، بنسيبه أول ربع ساعة على نار عالية، بعد كده بنهدي النار زي ما تكوني بتعملي فنجان قهوة هادية جدا. أسيبه بقى مع نفسه 4 ساعات 6 ساعات 8 ساعات، زي ما الاقي القشرة بتاعته دابت واستوى على الآخر خالص زي ما أنا بحب أعمله، علشان القشرة متتعبش القولون. كمان احنا نقعناه فترة كبيرة حوالي أكتر من 12 ساعة، ده خلى الرغاوي تطلع على الوش. الرغاوي دي بتتعب القولون اللي هي الغازات، فبننقعه عشان كده، والبقوليات كلها عموما مش الفول بس، لازم تنقعيه فترة كويسة عشان تطلعي منه كل الغازات الموجودة فيه. طيب حلة الفول بتاعت الفطار دي، انا بعمل الفول ليه يا جماعة كده؟ علشان احنا بنحب الفول، ثانيا ما بحبش اشتريه من بره، ثالثا بيبقى طعمه تحفة بتاع البيت. ولادي مش بياكلوا الفول من بره علشان هما مش بيحبوا طعمه، يعني الفول مش حاجة بالنسبة لهم حلوة، بس بيحبوا الفول اللي انا بعمله في البيت لان هو طعمه حلو جدا، وبحط لهم عليه مكعب زبدة بقى كده، شوية ملح وشوية كمون، بيبقى طعمه رهيب. فعندي اي حد من ولادي ممكن طاسه فول كده ويفطر، مفيش مشكله، يعني معلقتين ثلاثه وخلاص. طب ايه بقى جنب الفول نظبطه للفطار كل يوم؟ حله فول معاه حله بطاطس، حله بطاطس مهروسه. انا جبت 3 بطاطات كبار من البطاطس، قشرتها وقطعتها ترانشات، حطيتها في ميه مغليه عليها معلقه ملح، سنه كمون، وسن صغير جدا جدا من الكركم عشان ما غيرش لونها، بس يديها اللون الحلو ده. سويتها او سلقتها تماما لحد ما تهرت، صفيتها وهرستها بالشكل ده عشان نعبيها في علبة ونظبطها على الأكل على طول ونحطها في التلاجة. بقى عندك كده غزير محترم للفطار والعشاء، بيضتين بقى معاهم، حتة جبنة بيضة، حتة جبنة قريش، يعني لو عندك يبقى تمام بقى، تقدري تعملي سفرة في أي وقت. حطيت عليها ايه بقى علشان نديها يعني تيست رائع؟ مكعب زبدة ومعلقتين لبن، لو عندك كريمة ممكن تحطي معلقتين كريمة، بس اللبن بيبقى متوفر أكتر، فهنحط معلقتين لبن ومكعب زبدة وبس. واش هحط اي توابل عليها، والله هياكلوها حاف من غير اي حاجة كده، كأنها تسالي، تخيلوا من جمالها. طبعا هي فلافي جدا ومسلوقة كويس، الزبدة واللبن طبعا، وحطيت كمان معلقة صغيرة ثوم مفروم، ما حطيتش ملح لان انا كنت ملحها في السلق فما احتاجتش، يبقى مفيش توابل خالص عشان تدينا اللون الحلو ده. تمام، لو عندك فلفل ابيض بقى ممكن نحط، انما انا عندي الفلفل الاسود فما رضيتش اضيفه عشان الولاد يرضوا ياكلوها، يعني ما يحسوش ان فيها حاجه يعني لونها متغير. هي كده لونها تحفه جدا، هشه جدا جدا بطريقه مش معقوله. الزبده حطيناها على البطاطس وهي طبعا سخنه، وكمان اللبن، الملح متظبط، في سنه كمون وسنه كركم وهي بتتسلق، مفيش اي حاجه ضفتها تاني على البطاطس من التوابل ابدا. وبس كده بغطي العلبه بتاعتي، وتقدري طبعا تعملي كميه اكتر، تقدري بقى تضيفي اضافات كتيره على البطاطس زي ما انت عاوزه. دلوقتي بقى خلاص انا عندي النهارده هنعمل اكله ان شاء الله تكون سهله، يعني مش محتاجه تتبيل ولا اي حاجه. فطلعت الفراخ بتاعتي من الفريزر وسبتها على رخامه في طبق تفك على ما اخلص شويه حاجات بقى في البيت. طلعت بره المطبخ ودخلت على طول على الحمام، عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل اللي هتشوفوه في الحمام دلوقتي. انا يعني من يوم للتاني كده بحب ادعك الفواصل بالشكل دوت، كلور وصابون وشويه ميه، وادعكها بالفرشه او بالمكنسه او اي حاجه تخش كده في التفاصيل كلها، اللي هو بصوا احنا هنبهدل الدنيا يعني. كل التفاصيل ورا القعده بقى وورا الحوض اي حروف موجوده في السيراميك، كل الفواصل، الصفايه دي كويس جدا، كل ده دعكته كويس. عندي هنا عامله كده خليط يعني على بعضه او خلطه علشان انضف بيها مع الاسبونجه القعده والحوض والبانيو والحنفيات او اي حاجه عايزه ادعكها. انا هنا بنضف الصبانه لان الصابون بيعمل صابونه ديتول دي معرفش بتبهدل الصبانه جدا، بتنزل بواقي كتير يعني. فنضفت الصبانه كويس وكمان السيراميك اللي حواليها والحنفيه والحوض زي ما انتم شايفين بالظبط كده. طب انت عملتي ايه في الارض؟ في الارض يا عفاف شطفتيها؟ لا انا مش شطفتهاش، انا سايباها زي ما هي بالصابون والدعك بتاعها اللي انا عملته، وهخلص الدعك في كل حاجه واشطف كله مع بعضه تكون الارض كده ايه نضفت شويه. بصراحه اللهم بارك، يعني بعد يعني كل مره بعد الحركه دي بلاقي السيراميك احس ان هو يتكلم من كتر النظافه والجمال اللي فيه بصراحه.
طيب انا هنا التويليت ما رضيتش ادعكم معاكم عشان ما حدش يتضايق، بس انا غسلته كله. وعايزه اقول لكم بس على حاجه مهمه، البادي نفسه بتاع القعده من بره بنغسله كويس قوي بالكلور والصابون والاسبونشه، تكون مخصصه للتويليت يعني، بتغيريها كل 3 ايام، كل 4 ايام، لو كل اسبوع لو بتغسليها مرتين في الاسبوع بتغسلي بيها يعني، بقى براحتك على حسب انت بقى تنظيفك للحمام ده كل قد ايه. انا هنا بصوا التفاصيل دي كلها حرفيا اتغسلت، مفيش كلام. الغطا التويليت من جوه طبعا بالفرشه، ما بنطلعش الفرشه بره وما بندخلش الاسبونشه جوه، يبقى احنا بنستخدم الجزء اللي انا بغسله دلوقتي ده بنحط جوه الفرشه بتاعت التويليت وبس، وباقي الجزء كله بالاسبونشه عادي. ما تنسيش كمان الجزء بتاع القعده من تحت ده بيتنظف كويس قوي برده عادي، كل في كل مره انتي بتنظفي فيها الحمام. هنا بقى خلاص انا كده غسلت البانيو كمان والحنفيات وكده تمام، هبدأ اسحب الصابون من على الارضيات. هنا بوريكم البانيو بعد ما اتشطف. طبعا البانيو لما او اي مكان عندك فيه شاور يعني، بعد لما حد ياخد شاور بتلاقي مثلا الدنيا مبهدله شويه كده، ممكن كمان اللمعه اللي موجوده في البانيو لو عندك بانيو تلاقيها طفت خالص من كتر الطرطشه والميه والصابون، فتحسي ان الدنيا ملزقه كده مش عارفه يعني. فده من الحاجات المهمه قوي اللي بيدعك الجسم بتاعه كله يعني. انا كده خلاص شطفت، غسلت وشطفت. انا بنشف بقى، بلاش بقى بصوا اللي هو الدلع بقى يعني، التكات اللي محتاجة تتنسف عشان تلمع وتبين الشغل يعني، حنفيات، الصابونة انشفها واحط صابونة كده عليها، المكان بتاع الشاور برضو، الدش مثلا ننشف، امسح الارضيات بالمساحة كده. انا هنا بقى بوريكم الصابون بتاع الايد اللي انا قلت لكم عليه، اللي ريحته اجمل حاجة انا جربتها في الدنيا، تحفة. يا ريت تاخدوه شوت سكرين اهو، انا حاولت ان انا افتكرت يعني وانا موجودة في الحمام ان انا اوريه لكم. على ما لفيت لفه في البيت بقى، وطبعا انتوا عارفين ان شغل البيت اساسا يعني كل ما تخشي في اوضه تلاقي حاجات عايزه تتعمل، فكانت الفراخ خلاص فكت عندي. انا عندي هنا دبابيس فراخ غسلتها بليمون وملح وخل وصفيتها كويس، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا عندي طاسه حطيت فيها شويه زيت سخنتهم كويس، ونزلت فيها الدبابيس بتاعتي. بصوا الدبابيس طبعا بيضه وزي الفل ومغسوله ومتنظفه كويس، والزلال اللي عليها واي ريش موجود فيها واي حاجه بتتنظف كويس جدا تخليها زي الفل. دي خطوه من نجاح الاكل يعني وريحته وطعمه. هحط عليها رشة كبيرة من الملح كده، مش رشة كبيرة، لا قصدي رشة يعني من الملح، رشة فلفل اسود كبيرة، وهحط كمان رشة من البهارات السبعة وبس. انا اختصرت اي حاجة عايزة احطها بالبهارات السبعة وخلاص، وورقتين من اللوري، ولو عندك بقى قرفة يعني شوية منكهات كده تحطيها تدي الدبابيس طعم حلو. بعد ما تشوحت يمين وشمال وقفلت المسام بتاعتها، هنزل عليها بلتر من المية علشان نعمل ايه، عشان نسويها، بس مش هنسويها بس، احنا هنسويها ونهريها، هنسويها ونهريها كده تمام. هسيبها بقى تغلي كده شويه وهدي عليها النار لما تستوي تماما. اوريكم طبعا شكلها دلوقتي، هي كده استوت خلاص. طبعا الميه دي مش عايزاها اصلا خلاص، انا هكبها يعني، وهناخد بقى الدبابيس بتاعتنا ونسيبها تهدى شويه عشان اوريكم هنعمل ايه. عندي هنا حله دي فيها بطاطسايه كبيره، ده كيلو من الدبابيس هنحط عليه بطاطسايه كبيره يعني كبيره كده اللي هو بتاع نص كيلو مثلا، فانا كان عندي بطاطسايه كبيره كده سلقتها علشان احطها على الوصفه بتاعتنا. تعالوا نشوف هنحطها ازاي. كده خلاص الدبابيس بتاعتي بردت، وانا شلتها في طبق كده على جنب، وادي البطاطس اللي انا سلقتها من غير توابل ومن غير اي حاجه خالص، هي بس بشويه ملح وبس. طيب تعالوا بقى نشوف هنطبق الوصفه بتاعتنا ازاي. طبعا انتوا مش عارفين احنا بنعمل ايه دلوقتي، بس هتشوفوا طبعا في الاخر، واكيد شفتوا الصوره على الفيديو من بره. احنا بنعمل الدبابيس الكدابه، دبوس الفراخ الكداب. انا هنا هفصص كل الدبابيس من اللحم بتاعها، اي عظم هشيله يعني على جنب، واخد كل اللحم اللي موجود في الدبابيس بتاعتي. طبعا لازم لازم خطوه مهمه قوي انك تهريها كويس جدا، احنا محتاجينها مهريه، ما فيش مشكله ما تقلقيش، سويها على الاخر. هاخد كل اللحم بتاعي كده. طيب هنرمي العظمه اللي هي الاساسيه بتاعت الدبوس؟ لا مش هنرميها، هنشيلها على جنب عشان اوريكم هنعمل بيها ايه. انا هنا كنت خلاص داخلي اللحم كله كده، واشيل العظمه على جنب وارمي بقى الحاجات الباقيه يعني. بصوا بشيل الجلد ارميه، معاه كمان الجزء اللي بيبقى موجود في العظمه من تحت ارميه برضو، انا بخلي العظمه بس وهي ما فيهاش اي حاجه كده، واللحم بتاع الدبوس وكده وبس يعني. انا عايزه اقول لك ان الوصفه دي مش تحفه وخطيره، لا دي اجمد حاجه في الدنيا
يعني انا عايزه اقول لك ان ولادك هيموتوا فيها وهيدمنوها ويحبوها، وكل شويه يقولوا لك اعملي لنا دبابيس الفراخ المكلبزه الكدابه، بجد من جمالها رائعه جدا، عجبتهم جدا جدا قوي يعني بصراحه، قالوا لي يا ماما احلى حاجه عملتيها. فيلا بينا شوفي الطريقه وكملي معايا الفيديو للنهايه، وكمان اكتبي لي رايك في الوصفه في التعليقات، وقولي لي كمان لو عندك اضافات تانية او لو عملتيها قبل كده اكتبي لي رايك فيها. انا هنا خلاص شلت العظم كله، وعندي الفراخ المفرومه، قصدي اللي انا عايزاها مفرومه، انا هفرمها بالسكينه كده لحد لما تتفرم فرم ناعم جدا، بس تكون قطعه باينه، يعني ما تروحيش تفرميها في الكبه وتخليها مش باينه خالص ملهاش معالم، لا انا عايزاها قطع صغيره اقطعها بسكينه حاميه بالشكل ده. طب هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ هننزل بيها على البطاطساية الكبيرة المسلوقة، ده نص كيلو بطاطس، يعني ممكن تعملي لو عندك حجم صغنن كده او متوسط تعملي 3، انا كان عندي هي واحدة كبيرة عملتها سلقتها بس يعني، وهضيفها على كيلو من الدبابيس. هنزل بقى بالفراخ، ويلا بينا نشوف بقية الاضافات اللي هتخلي الوصفة بتاعتنا تجنن. عندك جبنة تركي، عندك جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، اي مشكل جبن تقدري تحطي منه كوباية، بس ما تزوديش الجبن قوي عشان وقت القلي ما تفتحش معاكي الجبنه وتطلع بره الوصفه يعني. حتى بصوا انا حطيت جبنه قد ايه، يعني حوالي نص كوبايه كده من الجبنه الشيدر الحمراء دي، من الاحسن الجبن في الاكل بصراحه، وفي اي حاجه تعمليها كوردن بلو او هتعملي اي وصفه بيتزا اي حاجه طعمها حلو جدا، اسمها شيدر افانتي. هحط بقى عليها ايه؟ هحط عليها إيه؟ انا مش محتاجه ملح خالص، انا ملح الفراخ وملح البطاطس فمش هحط ملح، هحط بس رشه من الجنزبيل الباودر، معلقه كبيره كده محترمه من البابريكا، وكمان حطيت رشه صغيره كده من السبع بهارات بس، ده كل اللي انا حطيته، وطبعا الفلفل الاسود اساسي عندنا. كل الخلطه دي هبدا اعجنها مع بعض لحد لما تندمج تماما. انا هنا بوريكم بصوا قطع الفراخ والبطاطس والتوابل والجبنه، مش عايزه تضيفي جبنه ما تضيفيش يعني، بس الجبنه طبعا بتديها طعم حلو بتخلي الوصفه يعني جباره كده. تمام هبدا اعجن واخلط كله مع بعضه، وده كده شكلها في النهايه بعد العجن والخلط الممتاز بقى. بصوا كده هي اساسا ده كله مستوي، يعني انا دقتها كده دلوقتي عندي بطاطس مسلوقه مستويه، فراخ مستويه تماما سوا كامل، وعندي جبنه وعندي توابل، فالطعم يعني خرافي. طيب يلا بينا نجيب الدبابيس او العظم اللي احنا شلناه على جنب لما خلينا الدبابيس بتاعتنا، ونجيب العجينه بتاعتنا او الخليط بتاعنا. هبدا اجيب دبوس وابدا اخد قطعه من العجين كده على شكل كوره واحطها بالشكل دوت، علشان اعمل ايه؟ عشان اعمل ده بشكل الدبوس بتاع الفراخ. شكل الدبوس ليه عفاف؟ ايوه انا هعمل شكل الدبوس كان هي دبوس بالظبط، هي لما تتقلى هتظهر لك ان هي دبوس فراخ عادي جدا، مش هيبان ان انت عامله فيها اي لعب خالص، ولكن دبوس بقى من غير عظم، شايفين بقى الجمال؟ يعني فراخ بطاطس وجبن حاجه كده فاخره يعني. هبدا بقى اضغط عليها اعملها مكببه من فوق كده وتخينه مقلبظه، ومن تحت اقفلها كده شويه على العظم عشان تديني شكل السحبه بتاعت الدبوس، وانتي وشطارتك بقى على حسب الشكل اللي انتي تعمليه. بصوا هنا انا بحاول اظبط شكلها، طبعا البابريكا مديه الخليط بتاعنا لون يجنن. ايه ده عفافي دي بتاخدي حته كبيره كده ليه؟ اه ما انا بعملها مقلبظه، اصل هو كله مستوي، ولما تتقلي هتاخدي قطمه تبقي عايزه تاكليها كلها، فتحفه. اتمنى فعلا تجربوها وما تعدوش الوصفه دي كده بالسهل، لازم تجربوها. بصوا كده كوره كده حلوه. ممكن كمان نعمل ايه غير الجبنه اللي احنا حطيناها في الحشوه عشان ما نحطش كتير؟ ممكن نحط بقى جوه الكوره نفسها قطعه من الجبنه كده، تطلع حلوه جدا برده وتدينا طعم وتستي رائع في النهايه. انا كده بظبط شكل الدبوس وعلى الفريزر على طول، ده كده شكلها بعد ما خلصت. هدخلها الفريزر نص ساعة علشان تتشمع، على بقى ما نجهز البيض والبقسماط والدقيق والزيت كده، ونجهز الايه الطبقة بتاعت اللي هي الكفر الخارجي، يعني الكفر الخارجي بتاعنا زي البانيه عادي، بيض عليه شوية لبن ملح وفلفل، وطبق فيه دقيق وطبق فيه بقسماط او كورن فليكس او اي حاجة انت عاوزة تستخدميها، كريسبي مقرمش اي حاجة. انا استخدمت البقسماط اللي هو فتات الخبز، عشان لو في ناس بس بره مصر يعني يفهموني بقول ايه، البقسماط ده اللي هو الخبز المطحون. هاخد بقى كده كده بعد طلعت من الفريزر، يعني هي كده متماسكه شويه، هاخدها احطها في الدقيق كده اغلفها كويس قوي، وانزل بيها في البيض واللبن، وبعدين انزل بيها في البقسماط بس كده، وخلصت الوصفه بتاعتنا.
تقدري طبعا تقليها على طول في زيت سخن وغزير، او تحطيها في الفريزر تتشمع شويه، او تسيبيها في التلاجة وقت الغدا تكوني مجهزاها من بدري، وقت الغدا تعمليها عادي جدا، او تسيبيها من قبلها بيوم وتقليها تاني يوم برضو عادي، كل حاجه هتنفع يعني، او تحطيها في الفريزر وتطلعيها قلي على طول تنفع جدا. ده كده الشكل، بصوا الجمال طبعا. ورك فرخة؟ لا مش ورك، دبوس فراخ ده ولا مش دبوس فراخ؟ ايه رأيكم؟ طبعا انا عايزة اقولك ان الريحة والطعم خطير جدا، كمان بتعمل معاكي طبعا كمية كويسة، تعتبر وصفة اقتصادية انك بتحطي كمية من الفراخ وتزوديها كمية من البطاطس. انا نصيحتي ليكي انك ما تزوديش البطاطس قوي، يعني احنا عايزين نحلي الوصفة مش نخلي الوصفة كلها بطاطس وما فيهاش طعم الفراخ، عشان كده كيلو من الدبابيس حطيت عليه بطاطسية كبيرة بوزن نص كيلو بس. كده خلاص انا تقريبا خلصت، وريكم بقى شكل الطبق في النهاية بعد ما خلصت. انا مش هدخله الفريزر تاني، انا هقلي على طول، لان خلاص كده كان الولاد بصراحة جاعوا وانا كنت هلكت من التعب بصراحة. ده كده شكلها، عندي بقى طاسة على النار فيها زيت، هننزل بقى بيها بعد ما الزيت يسخن بالفراخ بتاعتنا تتحمر. عندنا كل حاجة مستوية، مش محتاجين نسيبها على النار فترة طويلة، اولا عشان الكفر بتاعنا ما يفتحش معانا من الجبن اللي احنا حطيناها لو قعدت في الزيت كتير، احنا عايزين بس نديها لون بس على الوشين سريع، لان كل حاجة مستوية وانا محمر بس البقسماط وبس كده. خلاص كده اخدت لون من الوش الاولاني، هقلبها على الوش التاني. ودلوقتي بقى عايزاكي تنزلي تحت الفيديو تدوسي لايك على اليمين كده، ويلا بينا نشوف الفراخ بعد ما استوت شكلها عامل ازاي. سقفة هنا يا جماعة، سقفولنا سقفة هنا بقى كده عشان نشوف الجمال ده. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الشكل؟ ايه رأيكم؟ طبعا مش هقولكم في الريحة، انتم مش شامين، بس لازم تتخيلوا الميكس اللي احنا حطيناه على بعضه وريحته عاملة ازاي. اللون بتاعها طبعا واخدة لون رائع جدا، ذهبي كده غامق، حاجة كده تحفة. وصفة هتعجب ولادك جدا، علشان هي حاجة كده طعمها حلو وطرية ومن غير عظم، وتلاقي كده الدنيا جوسي معاكي جوه جدا. اتمنى فعلا انتوا تجربوها. هو احنا ممكن يا عفاف نبتكر في الوصفة دي شوية ونعمل ايه؟ ممكن تعملي ايه؟ ممكن تحشي الفراخ بدل حشوة الجبنة اللي احنا حطيناها في النص، ممكن تحشيها من جوه، تعملي كورة وتحشيها بسلة مثلا وجزر وبصل، مشوحيهم على النار زي السوتيه كده، وتعمليها حشوة للفراخ من جوه، وبعدين تقفلي على العظمة بتاعتك وتقفلي الكفر اللي بره عادي جدا. تقدري مثلا تحطي جوه حشوة جبن مشكلة، تحطي زيتون اسود او اخضر مع جبن، اي حاجة تحبيها. طبعا انتوا كده فاكرين ان الفيديو خلص، اخر حاجة عملناها الغدا واليوم خلص. طبعا لا، كان في روتين مسائي بعد الغدا بقى بالليل، وعملت برضو فيه حاجة شوية حاجات، بس طبعا ما نفعش خالص ان انا اصور، اولا كنت تعبانة مش قادرة افتح الكاميرا اصور الروتين اللي انا عملته في المطبخ بعد الغدا، ولا التنظيف بقى ولا الدنيا دي، قلت ان شاء الله مرة تانية. لكن حبيت بس اصور لكم بعد ما خلصت المطبخ كله، طلعت قالب الزبدة من التلاجة اللي انا استخدمت منه النهاردة معاكم في البطاطس المهروسة اللي عملناها، استخدمت منه قطعة كده زي ما شفتوا في الاول، القالب كله كان سليم واخدت منه معلقة واحدة بس، ما بعرفش طبعا احط القالب كده في التلاجة واستخدم منه على طول، فقطعته صوابع في علبة، وطبعا كده طبعا احلى حاجة في الدنيا تقدري تسحبي براحتك وبمنتهى السهولة من غير ما تبهدلي الدنيا ولا تتعصبي من الفرفتة ولا تقعدي تجيبي سكينة وتكسري عشان تاخدي قطعة من الزبدة من التلاجة. كده خلاص انا عبيتها في العلبة ديت، ويبقى كده خلاص مبسوطة بقى، اخد اللي انا عاوزاه. هنعمل بقى وصفة اي حاجة، حلويات نطلع بقى كده على القد، نعمل ناخد مثلا مكعب على الرز براحتك، انما انك تحطي زبدة في علبة دي حاجة من الحاجات المهمة جدا. طيب سألتوني على نوع الزبدة، انا بستخدم زبدة روتانا وانكور، دول زبدة طبيعي بس طبعا غالية، فلكن بجيب اوقات كتير فرن، علشان فرن زبدة نباتي بس طعمها وريحتها حلوين جدا، فلما الميزانية بتخرم معايا بجيب فرن طبعا، لما الدنيا بتبقى تمام كده وحلوة بجيب طبعا روتانا لانها زبدة صحية ما بتعملش اي اضرار خالص.
وطبعا الزبده دي حاجه من الحاجات اللي لازمه مهمه ضروريه جدا بالنسبه لي. ما بقدرش اقلي بيض من غير زبده، ما بقدرش اعمل رز ابيض من غير زبده. وصفات البسكوتات كلها بنعملها بزبده، فالزبده حاجه اساسيه عندي. ممكن اقعد فتره ما بجيبش سمنه عادي جدا. في الاخر برضو انا بعد ما خلصت كل حاجه بقى، سجاد وبوتاجاز ورخامات وكله، بالليل كان عندي الاستاند دوت احط عليه الفرن الكهرباء، مضايقني فعلا بقاله كذا يوم، فقلت انضفه معاكم واوريكم برضو ان احنا بناخد كده لقطات سريعه في نهايه اليوم مع تنظيف المطبخ او روتين اليومي في النهايه، بيخلي المطبخ شكله رايق ونظيف ومن غير تراب. همسح برضو الفرن الكهرباء دوت وهرجعه مكانه. وكده خلص الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. انا مش عارفه لما اجمع الفيديو ده على بعض هيبقى المده بتاعته كام بصراحه، فيا رب ما اقصش حاجه من الفيديو وانزله لكم كله كده زي ما انا سجلته وزي ما انا عملته. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد، بس انا اتمنى ان انتي تدعميني بجد في الفيديو ده. يعني الفيديوهات كلها بصراحه متعبه، بس لما بعمل فيديو طويل ومتعب وبكون فعلا تعبت فيه قوي، تصوير ومونتاج وتحميل وكل حاجه، بفرح قوي لما بتعملوا الفيديو شير، وكمان بفرح جدا لما بلاقي لايكات كتير على الفيديو. فاتمنى ان انتي تدعميني دلوقتي بلايك قبل ما تسيبيني، وكمان تتاكدي ان انتي مشتركه ومفعله علامه الجرس على الكل، اعملي الفيديو ده شير مع صحباتك وتعرفيهم عليا وعلى القناة. قولي لهم يا جماعة دي عفيف. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. السلام عليكم.